يا عم الحاج عايزاه يا شمندي. الشيخ خلف واقف بره قدام الباب ما راضيش يخش لما ياخد الاذن. انا نازل له. هتعمل ايه يا حاج؟ الشيخ خلف ليه دين في رجبينا وربنا نجاه من يديه. ايه يا حاجة؟ هنستر على مجرم؟ يعني مصدق انه سرق؟ لو كان على السرقة انا تعديتها، لكن لو كان على اللي بيقولوا عليه ده مفيش غير الدم. ولدنا يا حاج. ماله ولدنا؟ خايفة يأذيه. ربنا هو الشافي يا حاجة. تفضل. طارق عامل ايه يا حاج؟ نحمد ربنا. اسمع يا شيخ خلف، لو كنت فاكر انها داري على عملتك عشان ولدي طارق تبقى غلطان. ربنا لو كاتب له الموت لا انت ولا اكبر منك هتقدروا تعملوا له حاجه. كنت عارف انك هتقول كده.